لا نريد أن ننظر إلى مستقبلنا كمستقبل منفصل عن مستقبل المسلمين في المنطقة. ليس لنا مستقبل خاص، مستقبلنا هو مستقبل كل الناس هنا، مستقبل عيشهم معا. فهل ستعرف هذه المنطقة المواطنة الحقيقية في كل دولها؟ هل ستعرف المساواة والمشاركة في صنع المصير بين كل أطياف المجتمعات العربية؟ هذا هو السؤال وهذا هو التحدي في سبيل المستقبل. نحن مع الربيع العربي وأي ربيع كان في العالم، العربي والعجمي إذا استطعنا أن نقول ذلك. ما من أحد يرفض الربيع والحريات والتطور، ولكننا في الوقت عينه نطلب ونريد لهذا الربيع أن يكون ربيعا حقيقيا، أن يكون ربيعا لكل المنطقة دون استثناء أطيافها ولا واحدة من أطيافها. الرسالة للمسيحيين هي أن يكونوا أهل رجاء وأهل قيامة. لذلك آمنوا بالمشاركة واطلبوا حقوقكم التي هي حقوق لجميع الناس. المسيحيون لا يطلبون شيئا لهم وحدهم.